فيديو ديال اليوم غنهضروا فيه على المباراة من أجل ولوج السنة الأولى من إجازة الدراسة الأساسية بالمعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما برسم السنة الجامعية 2020-2021. إلا كنت مهتم بالموضوع خليك معنا حتى الأخر، غنشوفوا طريقة الترشيح، شروط الترشيح، وغادي نديرو إن سيمولاسيون، يعني طريقة تطبيقية لكيفية وضع الترشيح في لو سيت انترنت اللي حطو المعهد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم على قناة أتهيأ للجهوي للغة الفرنسية. كما شفتيو في التقديم ديال هذا الفيديو، الموضوع ديال حلقة اليوم هو المعهد العالي للسمع البصري. ألوغ، دونك باش نبداو غنعرفو شوية بعدا بالمعهد العالي للسمع البصري والسينما، وغادي نشوفو شناهي شروط الترشيح من أجل المشاركة في المباراة لولوج هاد المعهد هذا. ألوغ، في نص البلاغ، معهد العالي لمهن السمع البصري والسينما المختصر اسمك، دونك تعلن عن تنظيم مباراة ولوج السنة الأولى من إجازة الدراسات الأساسية. أول معلومة، يعني إلا قريت في هاد المعهد هذا غنتخرج بشهادة لا ليسونس فوندامونتال، يعني الاجازه، بحال قريت في لاباك وخديت الاجازه. دونك هاد لو كونكور هذا غادي يتحل برسم السنه الجامعيه 2020-2021، وغادي يقبلوا فيه 60 مترشح. فوقاش غيدوز الكونكور؟ غيدوز نهار 12 و13 تنبير على الساعه 8:30 بالمعهد، دونك في المقر ديال المعهد اللي كاين بمدينه عرفان بالرباط. الوغ المعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما، المقر ديالو هو مدينة الرباط. وشنو هما المسالك اللي نقدر ولا التخصصات اللي نقدر ندير في الإجازة داخل هذا المعهد؟ كاين مسلك الصورة، كاين مسلك الصوت، كاين مسلك ما بعد الإنتاج، كاين مسلك مهن الإخراج السينمائي والسمع البصري، كاين مسلك الإنتاج، ومسلك الكتابة. هادو هما التخصصات اللي نقدر أنني نقراهم بعد المعهد هذا. ندوزو دابا النقطة مهمة اللي هي شروط المشاركة في الكتابة، في المشاركة في المباراة. بالنسبة لشروط المشاركة في المباراة، باش نقدر أنني ندوز المباراة، شنو الشروط اللي خصها توفر فيا؟ أول حاجة، خص العمر ديالي ما يفوتش 25 سنة عند تاريخ إجراء المباراة، يعني نهار 12 و13 تنبير خصني نكون مازال ما فتش 25 سنة، يلا عندي 25 سنة كحد أقصى. دونك خص بكالوريا يا إما ديال 2018، دونك لأنهم طالبين بكالوريا الموسم الدراسي 2018-2019، يعني الناس اللي شدوا البكالوريا العام اللي فات 2019، ولا الموسم الدراسي ديال هذا العام 2019-2020. دونك بالنسبة لشهادة البكالوريا، خصها تكون تخصصات علمية وتقنية، يعني أي بكالوريا تقنية وعلمية. فاش كنقولوا بكالوريا علمية، يعني سيونس إكسبيريمونتال، سيونس مات، العلوم الزراعية، هادو كلهم مقبولين. ولا شعب تقنية، دونك شعب تقنية، فاش كنهضروا مثلا على مثلا سيونس ايكو حتى هي شعبة تقنية، فاش كنهضروا مثلا على الصيانة المهنية، فاش كنهضروا على المحاسبة المهنية، ولا الشعب المهنية، كلهم هادو شعب تقنية، يعني الناس اللي كيقراو في لي ليسي تكنيك. دونك خصها تكون مخوده هاد البكالوريا هادي في هاد التخصصات هادي، خصك تكون جبتيها على الاقل بميزة مستحسن. علاش؟ دونك هاد البكالوريا هادي كتطلب من اجل الولوج ديال مسلك الصوت او مسلك الصوره او مسلك ما بعد الانتاج. دونك الا كنتي ناوي دير تخصص ديال مسلك الصوت، مسلك الصوره، ولا مسلك ما بعد الانتاج، خص تكون عندك بكالوريا علميه ولا تقنيه ميزه مستحسن. اما باقي التخصصات اللي ذكرناهم في الاول، كيقبلوا فيهم جميع انواع البكالوريا بما فيها البكالوريا الادبيه. شهادة البكالوريا في كافة التخصصات كما بغات تكون بميزة مستحسن على الأقل لولوج مسلك الإخراج أو مسلك الإنتاج أو مسلك الكتابة، يعني المسالك اللي بقاو ثلاثة بيهم كيقبلوا فيهم جميع البكالوريات. دونك دابا ملي شفنا الشروط، غنتعرفوا على كيفية تسجيل المشاركة في المباراة، يعني باش ندفع لهذا الكونكور شنو خصني ندير. دونك أول حاجة، خصني نقدم طلب
حصري على الرابط الإلكتروني من خلال ملء استمارات التسجيل. خصني ندخل لسيت انترنت ديال هذا المعهد، غنجبر فيه واحد الاستماره وخصني نعمرها. دونك هذه الاستماره والطريقه ديال الملء ديالها غادي نشوفوها في اخر هذا الفيديو كدرس تطبيقي من اجل دونك البوستي ان كونديداتور، من اجل وضع ترشيح ديالنا. دونك غادي ندير معكم ان سيمولاسيون، دونك غنشوف خطوه بخطوه كيفاش ممكن انني نحط لا كونديداتور في لسيت انترنت ديالهم. يعني هذا الشيء خصني نديرو فوقاش ما بين 16 يوليوز و 16 غشت كحد أقصى. ثانيا، على المترشحين الذين تقدموا بطلبهم زيارة الموقع الإلكتروني للمعهد. يعني ملي ندفع لهذا الكونكور خصني دائما ندخل لوسيت انترنت. علاش؟ لأنهم واحد النهار غادي يحطوا فيه لوائح المترشحين اللي قبلوهم واللي غادي خصهم يجيو يدوزوا الكونكور. علاش؟ لأنه لن يتم توجيه أي استدعاء للمترشحين عبر أي وسيلة أخرى. ما غاديش يعيطوا لك يصيفطوا لك اس ام اس ولا يصيفطوا لك دونك بريال الدار وكوا كو سوا، تو سامبلومون غيعلموا في لوسيت انترنت ديالهم الناس اللي تقبلوا. الوغ دونك دابا اون بليس على هاد لا كونديداتور اون لين، يعني اضافه على وضع الترشيح ديالك سوغ انترنت، خصك يكون عندك واحد ملف الترشيح توجدو. هاد ملف الترشيح شنو فيه؟ يتكون ملف الترشيح بالاضافه الى الاستماره، يعني الاستماره اللي هضرنا عليها قبيله، خص يكون اللي عمرتيها سوغ انترنت، توفر معاك الوسائل ولا الوثائق التاليه، وخصها تكون على شكل بي دي اف. دونك هادشي حنا غادي نشوفوه في الدرس التطبيقي في الاخر. يعني الاستماره اللي عاطين كيطلبوا فيها انك دونك تيليشارجي شي حويجات بي دي اف وتنزلهم لهم مع الاستماره. دونك شنو هما هاد الحويجات هادو؟ اول حاجه طلب خطي يحمل امضاء المترشح موضحا المسلك الذي تم اختياره. يعني غادي دير واحد الطلب خطي، وفي هذا الطلب خطي خصك ضروري انك تقول لهم انا بغيت نقرا في المسلك مثلا ديال الصوره، في المسلك ديال الصوت، في المسلك، يعني خصك تحدد المسلك اللي انت باغي تقراه، وخصو يكون في الاخر موقع فيه التوقيع ديالك زائد جميع المعلومات. خصو يكون فيه جميع المعلومات والعناوين الخاصه بك. يعني خصك دير فيه مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع دونك طلب خطي من اجل ترشح لمعهد ولا لمباراه المعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما. دير فيه الاسم ديالك، دير فيه رقم البطاقه الوطنيه ديالك، دير فيه عنوان السكنه ديالك، ودير فيه حتى لو نيميرو دو تيليفون ديالك. واخا هادشي طالبينو في الفورمولير اللي عندهم، خصك تعاود تعمرو طلب خطي، تكتبو بيديك تسني هاد الطلب الخطي وتصورو بالتليفون ودير له لا كونفيرسيون، تحولو من تصويره للبي دي اف. ثاني حاجه، نسخه مصادق عليها من بطاقه التعريف الوطنيه. دونك خصك تمشي تدي لا كارت ناسيونال ديالك تليغاليزيها، اون فوا تليغاليزيها حتى هي خصك تردها بي دي اف. ثالث حاجه، نسخه مصادق عليها من شهاده البكالوريا. دونك غادي تاخذ النسخه ديال البكالوريا ديالك كتسحبها الا نجحتي، خصك تمشي للمؤسسه ديالك تسحبها الا كنتي 2019، يعني كتوفر عليها حتى هي تسكانيها بالتليفون وديرها على شكل بي دي اف. دونك هذه الطريقه هذه واخا تبان لكم صعيبه ولكن سهله. كاين بزاف ديال لي زابليكاسيون في البلاي ستور اللي تقدر تدخل وكتصور، وفاش كتسكاني كتعطيك الوثيقه على شكل بي دي اف. يعني ملي نكتب طلب خطي غنصورو غير بالتليفون، اون فوا نصورو بالتليفون غادي يعطيه لي على شكل بي دي اف، وغادي نحملو في لوسيت انترنت اللي هما طالبين مني كما غنشوفو بلاتي. دونك رابعا، نسخه مصادق عليها من بيان النقاط المحصل عليها خلال السنتين الاولى والثانيه بكالوريا، وكذلك نقاط الامتحان الجهوي والوطني. دونك غتمشي للمؤسسه ديالك، غادي دوز عند الحارس العام، غتقول له عافاك عطيني لو غولوفي دو نوت، عطيني بيان النقاط اللي فيه الاولى باك والثانيه باك والنقاط ديال الجهوي والنقاط ديال الوطني. دونك الحارس العام غيخرجوا لك، غيطبع لك هاد الوثيقه هادي بيان سور، حتى هي غتصورها بالتليفون وتحولها للبي دي اف. خامس حاجه خص يكون عندك هي صوره رقميه، يعني التصويره ديال لاكارت ناسيونال ديالك، حتى هي غتصورها بالتليفون كما قلنا وغتحولها الى بي دي اف. دونك دابا شفنا ملف الترشيح وشفنا الكيفيه ديال المشاركه في المباراه، غنهضروا دابا على المباراه شنو فيها. بالنسبه للمباراه، امتحان ولو السنه الاولى دونك يمر عبر المراحل الاتيه. اول مرحله هي مرحله الانتقاء الاولي. شنو كاين في الانتقاء الاولي؟ الانتقاء الاولي سيتم عبر الترتيب حسب الاستحقاق اعتمادا على المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا والعناصر المكونه لملف الترشيح. يعني غادي يخبطوا داك الوريقات ديال الناس اللي غادي يدفعوا، غادي يستفوا دونك اي واحد دافع باغ كلاسمون باغ اوردر دو ميريت، دونك الفون لي كلاسي باغ اوردر دو ميريت، يعني غادي يستفوهم حسب الاستحقاق. شنو غادي ياخذوا بعين الاعتبار؟ غياخذوا النقطه دونك المحصل عليها ولا المعدل العام المحصل عليه فاش ديتي البكالوريا ديالك،
زائد العناصر المكونه للملف الترشيح. العناصر المكونه للملف الترشيح عندنا علاش غيقدروا يعتمدوا؟ غيعتمدوا على لي غولوفي دو نوت، يعني النقاط ديال المراقبه المستمره ديالك. دونك فاش غادي يستفوهم؟ غادي يختاروا الناس اللي غادي يجيو يدوزوا الكونكور، واللي منهم غيعزلوا في الاخر داك 60، يعني غيعيطوا لاكثر من 60 واحد. المترشحون الذين سيتم انتقاؤهم لاجتياز الامتحان الشفوي سيتم الاعلان عن اسمائهم بمقر المعهد وعلى الموقع الالكتروني الخاص به. يعني غادي يعلقوا ورقه في المعهد فيها الاسماء الناس اللي تقبلوا يجيو يدوزوا الكونكور، وغادي يحطوها كما قلت في لوسيت انترنت ديالهم. يعني خصني نبقى ندخل باستمرار لوسيت ديالهم حتى لواحد النهار غادي نجبرهم علقوا لوائح الناس اللي مدعوين. الوغ شنو كاين في هذا الامتحان؟ هذا ما كاينش امتحان كتابي، كاين الشفوي مباشره. الناس اللي تختاروا غيجيو يدوزوا امتحان الشفوي مباشره. دونك ثاني حاجه عندي هنايا فهاد المباراه هادي عندي الاختبار الشفوي. يعني مور ما غادي نتقبل في لابري سيليكسيون باش ندوز، غيعيطوا لي ندوز الشفوي نهار 12 و13 شتنبر. دونك سيطلب من المترشحين الذين تم قبولهم في الانتقاء الاولي تقديم مشروع في المجال السمعي البصري او السينمائي حسب المحاور المحدده من طرف اللجنه. يعني النهار ديال لو كونكور على حسب انت شنو اختاريتي، الشعبه اللي اختاريتي. شوف ملي تدفع وتقبل قبل من لو كونكور بيان سور خصك تبدا توجه. مثلا انا دفعت في مجال الصوره، بغيت اجازه في مجال الصوره، خصني نمشي نبحث في مجال الصوره. علاش؟ لان النهار ديال لو كونكور اورال داكور ديال الامتحان الشفوي غطلب مني اللجنه انني نقدم مشروع صافي. يعني غادي يقولوا لي هضرنا على ولا قدمنا مشروع في المجال السمعي البصري، يعني ان بروجي. دونك خصك تحط ان بروجي، المشروع ديالك شنو هو المشروع ديالك، ولا التصور ديالك شنو باغي دير في هذه الشعبه هذه، شنو هو المشروع الشخصي ديالك. دونك من خلال المده ديال الدراسه ديالك اللي غتقضيها في المعهد حسب المحاور المحدده من طرف اللجنه. بيان سور اللجنه غادي تدخل معاك في المناقشه ديال المشروع ديالك. دونك هادو هما هكا غادي يدوز الامتحان بيان سور. آخر حاجة، يتم إيداع ملفات الترشيح بصفة مباشرة عبر المنصة الإلكترونية للمعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما لسامك. دونك خصك ضروري لا سول بروسيدور باش أنك تحط لاكونديداتور ديالك هي في السيت انترنت ديال المعهد. لمزيد من المعلومات اتصل بمديرية الدراسات مصلحة الشؤون الطلابية على الرقم 0537-27-17-00. إلى عندك شي تساؤل، شي حاجة ما واضحاش، بغيتي شي معلومة إضافية من غير هذا الشيء اللي مذكور في البيان، تقدر أنك تتصل على هذا الرقم هذا بيان سور من أجل الحصول على المعلومات الإضافية. أعزائي التلاميذ، وصلنا دابا للمرحلة اللي قلت لكم في الأول ديال الفيديو، وهو الدرس التطبيقي ولا لا سيمولاسيون، كيفاش انني نتسجل في لو سيت انترنت بالطريقه اللي طالب المعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما. دونك اول خطوه هي كندخل لو سيت انترنت كما كتشوفوا هنايا ismac.ac.ma. دونك باش ندخل له غندير www.ismac.ac.ma اي جو فاليد. فوالا، دونك كما كتلاحظوا كيدخلني مباشرة لو سيت انترنت ديال المعهد كما الصورة قدامكم. دونك ثاني حاجة كيخصني ندير، كنهبط واحد شوية لتحت وكنلقى في زاكتواليتي كونكور داكسي اون بروميير اني دو لا ليسونس دي زيتود فونداميونتال اني يونيفرسيتير 2020-2021. يعني السنة الأولى ولا لو كونكور من أجل الولوج ديال السنة الأولى في الدراسات الجامعية 2020-2021، وكنلقى تحت منه بالأحمر لين دو لانسكريبسيون اون ليني. دونك لين دو لانسكريبسيون اون ليني كنكليكي على هاد لو لين هذا، وكنتسنى لو طون باش كيدخلني لهاد لاباج اللي كتشوفوا قدامكم. داكوغ، دونك دابا باش نتقيدو، دونك عندي لو نون اي برينو. دونك غنجي لو نون وندير مثلا عالمي، ونجي لو برينو ندير مثلا كريم. دونك لو نون كندخل فيه بيان سور الاسم العائلي، ولو برينو كندخل فيه الاسم الشخصي، وكنعاود نكتب باللغة العربية النسب ديالي والاسم ديالي، وكنكون سنيت مع هاد الخانة هادي. موراها كنجي كنلقى هنايا فوتو، وكنلقى شوازي غان فيشي. داكوغ، دونك ملي كيما قلت لكم غادي نوجد الوثائق ديالي المطلوبة، خصني كلها نديرها على صيغة بي دي اف. إلا كنت خدام في التليفون معاها كتبقى في التليفون، كنت خدام في الباسي خصني نحط هداك الوثائق كاملة في الباسي. دونك غادي نكليكي على شوازي غان فيشي، وكيحل معايا مثلا كما كتلاحظوا هنايا كيحل معايا هاد لو نافيغاتور هذا اللي من خلاله كنتمكن انني
نختار واحد الصوره معينه. دونك مثلا نجي لي كابتور مثلا ونختار مثلا هاد الصوره هادي وندير لها اوبغيغ فوالا اي سا سو تيليشارج هنايا كما كتشوفوا هادو كلهم كما قلت لكم سي جوست بور فير لو تيست لو تيست. دونك كنهبط كنلقى عندي هنايا لي زانفورماسيون دونك لو كود ماساج كنجي مثلا كندير بي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كندخل لو كود ماساج لا سيان هي لا كارت ديدونتيتي ناسيونال داكوغ يعني بطاقه التعريف الوطنيه كندخل بطاقه التعريف الوطنيه مثلا ا بي 1 2 3 4 5 6 دونك لو سكس جو شوازي دونك ماسكولان ولا فيمينا اي جو شوازي لا دات دو نيسونس كنكتب لا دات دو نيسونس مثلا فلولوجي كتعني النهار مثلا 10 شهر مثلا 6 2020 مثلا داكوغ كنكتب تاريخ الزياد ديالي. كنجي دابا من بعد الخانات كونتاكت باش كنوصل لخانات كونتاكت عندي ادغيس كنكتب لادغيس ديالي مثلا دونك 12 افوني جو في دير افوني طونجي افوني طونجي ريزيدونس دونك نجمه هادي سي جوست اون ادغيس لي تخيلتها ريزيدونس نجمه غابة مثلا داكوغ لا فيل بيان سور كنجي لهنا كنكتب المدينه ديالي دونك مثلا غابة ولا بيسك كاين عندي هنايا الخانه ديال لا فيل بلا ما نزيد المدينه في العنوان هنايا داكوغ بيسك كاينه الخانه ديال المدينه بلا ما نزيدها في العنوان نكتب هنا غير العنوان ديال السكن ديالي وعاد نكتب المدينه لو بورتابل دونك غندير 06 مثلا 06 06 06 00 مثلا لو تيليفون فيكس الا كان عندي 05 مثلا 35 12 نكتب ان فيكس كيما بغا يكون وهنايا نكتب اون ادريس دو كونتاكت اللي هي اللي تري تري امبورطونت دونك لادريس اللي نكون انا كنستعملها حاليا لان التواصل بيني وبين المعهد غادي يكون عن طريق هاد لادريس دو كونتاكت اللي كتشوفوا مثلا دونك غادي نكتبوا تيست نكتب لادريس ميل ديالي مثلا تيست بوان دونك 11 par exemple @gmail.com donc هادو سون دي دوني جوست بور فو مونتري كومون فير يعني هاد المعطيات غير باش نوريكم كيفاش ادخلوا غادي تجيو من بعد غادي تجيو لو ليسي وغتكتبوا ليسي ديالكم دونك مثلا انا قريت باغ اكزومبل في ليسي الخوارزمي دونك ولا ندير ليسي تكنيك دونك ولا نكتبوا الخوارزمي تو سامبلومون الخوارزمي السميه ديالو فين كاين مثلا كاين في غابه داكوغ مدينه الرباط دونك بكالوريا ديالي واش 2018 ولا 2000 واش 2019 ولا بكالوريا 2020 مثلا بكالوريا 2020 لا مونسيون باش جبتها واش تري بيان واش بيان واش اسي بيان ولا باسابل حنا عارفين بانهم طالبين هما اصلا من الشروط ديال الترشيح كما شفنا قبيله في المذكره طالبين انك تكون من اسي بيان الفوق دونك مثلا نقولوا لا مونسيون تري بيان دونك تيب دو بكالوريا هنايا كنفتح تيب ديال لو بكالوريا كنلقى ارت ابليكي سيونس اغرونوميك سيونس دو لا شريعه سيونس دو لا في لا تير سيونس ايكونوميك دونك مثلا غنجي انا ونختار سيونس مات بي داكوغ مثلا باغ اكزومبل اون فوا كنسالي هنا مع لو ليسي كنجي هنايا لي نوت كيطلبوا مني لا موين ترون كومان ترون كومان هو الجدع المشترك مثلا جبت 17 فاصلة 22 دونك لا موين بروميير اني بكالوريا باش كنهضروا على المعدل كنهضروا على المعدل ديال المراقبه المستمره دونك المعدل ديال الباكالوريا ديال الجدع المشترك خصك تشوف غتاخذ لو غولفي ديال لي نوت ديالك من عند الحارس العام اون فوا غتاخذ لو غولفي د نوت غتلقى فيه هاد المعدلات هادو هنا فاش كنهضروا على المعدل يعني المعدل ديال النجاح صافي ولا غتدخل المسار حتى فاش غتدخل المسار غادي تدخل الخانه ديال التمدرس وغادي تجبر فيه هاد المعطيات هادو يعني فاش كنهضروا على المعدل يعني الدوره الاولى زائد الدوره الثانيه نقسموا على جوج كيتسمى المعدل العام مثلا نجحت في الجدع المشترك 17 22 دخلت مثلا الاولى بكالوريا مثلا نجحت 18 مثلا 10 هنا لا مويان ديال لو ريجيونال داكوغ مثلا وجبت في لو ريجيونال 16 مثلا 50 دونك هنا لا مويان ديال دوزيام باك شحال عندي المعدل ديال المراقبه المستمره ديال البكالوريا يعني الدوره الاولى زائد الثانيه مقسومه على جوج مثلا نقولوا جبت 18.55 و ناسيونال الوطني شحال جبت فيه مثلا نقولوا جبت 15.30 داكوغ هكا غادي نكون عمرت الخانه ديال لي نوت انا قلت لكم
باش تلقاو الجذع المشترك والاولى بكالوريا، وحتى دابا باش تلقاو لا مويان ديال دوزيام بكالوريا، يكفي انكم تدخلوا المسار تبركوا على ثلاثه ديال الشريطات اللي كاينين الفوق اللي كيعطيو لو مونيو. خلال لو مونيو غتلقى التمدرس، غتبرك على التمدرس، غتختار سنوات التمدرس وغيطلقوا لك ويطلعوا لك هاد المعدلات محسوبين، ولا غتدخلهم مباشره من الغلو في دموت اللي غادي تشدوا مع عند الحارس العام. داكوغ، دونك فاش كنكون ساليت هاد الشيء كامل، كيبقى لي دابا نرفق الوثائق ديالي نرفقها بالطلب ديالي. دونك اول حاجه عندي لا دوموند هي الطلب الخطي اللي غنكون كتبته وحطيته سو فورم دو بي دي اف. دونك كنبرك على شوازير كما درنا قبيله في الصوره مثلا، ونشي مثلا ناخذ مثلا هذا الطلب هذا ونحطو هنايا، هانتوما كتشوفوا الاسم ديالو مثلا طلع لا كارت ناسيونال باغي، كنبرك ونختار لا كارت ناسيونال. اتيستاسيون دو باكالوريا كنقصدو بها يعني شهاده الباكالوريا ديالك كما شرحنا الاول. بولتان دو نوت بروميير باك يعني هذا غادي دير لهم مستخرج النقاط ولا بيان النقاط ديال الاولى باكالوريا، الغولوفي دو نوت ديال بروميير اني باك ديال الاولى باكالوريا، عاود لو غولوفي دو نوت ديال دوزيام اني باكالوريا غادي كما قلنا غتطلبهم من الحارس العام. والبولتان دي نوت ريجيونال، دونك البولتان دي نوت ريجيونال يعني غتاخذ البولتان اوسي ديال الريجيونال ديال الامتحان الجهوي، حتى هي غتكون دايره اون فورم دو بي دي اف وغادي ديرها هنايا. كتلاحظوا بان ما طالبينش غولوفي ديال لي نوت ديال ناسيونال، طالبين غير الغولوفي ديال لي نوت ديال الريجيونال، دوزيام باكالوريا، بروميير باكالوريا، ولاتيستاسيون دو باكالوريا يعني شهاده ديال الباكالوريا التصويره ديالها. لو ديبارتمون هنايا عندنا ديفلوبمون اي جيستيون، دونك كنبرك على لو ديبارتمون، كنبرك كنختار ما بين لو ديفلوبمون اي جيستيون، دونك ديفلوبمون اي جيستيون تطوير وتسيير، ولا دي تكنيك انجينيوري، دونك ولا ديبارتمون ديال التقنيات والهندسه مثلا، انا نختار تكنيكي انجينيوري. كيعطيني لي فيليير اللي نقدر نختار، واش ايماج وسط بوست برودكسيون ولا صون، ليماج هو الصوره، بوست برودكسيون بعد الانتاج، او لو صون هو الصوت. الى اختاريت دونك لي ديفلوبمون اي جيستيون غنلقى التخصصات الاخرين اللي هي اكريتور الكتابه، لا برودكسيون الانتاج، ولا رياليزاسيون. وكما شرحنا الا بغيت ندير لي تكنيكي انجينيوري خص تكون عندي بكالوريا تقنيه ولا علميه الى ميزه مستحسن. الا بغيت ندير الى بغيت ندير لو ديفلوبمون اي جيستيون نقدر ندفع باي بكالوريا كما كانت بيان سور، ملي كنسالي كنبرك على فاليدي، هكا غادي نكون بيان سور حطيت غادي تخرج لي واحد لو ميساج ديال ان لا كونديداتور ديالي راه تحطات كوريكتومون. هنايا كيقول لي فيو رومبلير كوريكتومون تو لي شون، لانني مازال ما ندخلش بعض المعطيات، كيقول لك خصك انك تدخل هاد المعطيات هادو كاملين. كنبرك على اوكي بيان سور، وكنكون هكا حطيت لا كونديداتور ديالي من اجل انني ندوز لو كونكور ديال المعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما. اعزائي التلاميذ، هكا غادي نكونوا سالينا الشرح ديال هاد لا بروسيدور هادي بيان سور. دونك جيسبر انني كنت واضح، وان جميع المعلومات تكونوا شفتوها بطريقه اللي هي واضحه. الى عندكم بيان سور شي تساؤل خليوه لي في كومونتير، اون فوا نشوفو دابا نجاوبكم. بور ما بار جو فو رميرسي دافوار سويفي سيت فيديو، اي جو فو دي ا لا بروشين. السلام عليكم.